في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن كافة أجهزة الدولة تهتم حاليا بقضية الوعي باعتبارها أحد أهم القضايا القومية التي تستهدف نشر آداب الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، مؤكدا على أن مصالح الأوطان لا تنفصل عن مقاصد الأديان. وقد جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف إلى محافظة الإسماعيلية التي افتتح خلالها توسعات المسجد الإسماعيلي الكبير مسجد المطافي بمنطقة عرائشية مصر بحي ثاني بتكلفة تزيد عن 13 مليون جنيه بالجهود الذاتية وبدعم ومساهمة من هيئة قناة السويس ووزارة الأوقاف. أن أكون في هذه المحافظة اليوم لنفتتح التوسعات في مسجد المطافئ ضمن خطة الوزارة في عملية الإحلال والتجديد الواسعة التي وصلت حتى اليوم من أول سبتمبر 452 مسجد، 452 مسجد إحلال وتجديد وصيانة. الحقيقة هذا الرقم غير مسبوق في أي دولة ولا حتى في السابق، ده تأكيد على اهتمامنا بأمر بدور العبادة وعناية الوزارة بتهيئة المساجد للمصلين. لكن الأهم ما نتحدث فيه ليس هو المبنى فقط، كما أننا نعنى بالمبنى فنعنى بالمعنى. وتحدثنا اليوم موضوع مهم جدا جدا، موضوع اليوم أدب الحوار. نحتاج إلى أن ننصت كما نتكلم، نحتاج أن نستمع إلى الآخرين. وعندما نقول التعبير عن الرأي لا نقول التعبير عن الحقيقة، ولا يدعي أحد أنه يمتلك أو يحتكر الحقيقة. رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، وكلا الرأيين قد يكونان على صواب، غير أن أحدهما راجح والآخر مرجوح. فالأقوال الراجحة ليست معصومة والأقوال المرجوحة ليست مهدومة، ويجب أن يستمع بعضنا إلى بعض وأن يحترم بعضنا بعضا، وألا نخرج على أدب الحوار الراقي.